نرجع من أبيجان. فرحان برشا الحقيقة باستضافة سي ظافر سعيدان، واحد من الكفاءات التوانسة اللي موجودين هوني في سيتيك أفريكا أبيجان 2022. برشا صفات نجمو نعرفوه بهم، أهمها خلينا نقولوا أستاذ جامعي في سكيما بزنس سكول، هو كذلك عضو مجلس إدارة اس تي بي في نونس. مرحبا بك سي ظافر، أهلا وسهلا. شكرا سي وليد. نحكيو برشا على البانكينج هنا في سيتيك أفريكا، البنكة ودور البنكة، بنوك تونسية متواجدة هوني، بنوك إيفوارية هنا كذلك متواجدة بكثرة، قاعدين نحكيو برشا على لو موديل نتاع البنكة. ما عرفش إذا كانت صح الكلمة الإفريقية، على خاطر ما نعرفش كان نجمو نحطوا إفريقيا كلها فرد سيتواسيون وإلا لا، لكن المؤكد كونه قاعدين نعاودوا نرسموا في الموديل نتاع البانكينج هنا سي ظفر. شو سي وليد، في إفريقيا باش نفهموا البنوك لازمنا نفهموا مرينا بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي ما قبل الاستقلال، يعني قبل الستينيات شو كان عندنا؟ كان عندنا عبارة بنوك تستغل في الثروات نتاع افريقيا، ويعني يوقع اكسبورتاسيون نتاع الثروات. البنوك هذه يعني الدور نتاعها الاساسي هو باش تستغل، فهمني، الموقف يعني والثروات هذه. بعد الاستقلال شو صار؟ ابري لي زانديبوندونس، يعني في الخمسينيات الستينيات حتى السبعينيات ظهروا بنوك نقولوا نعبروا عليهم بلا بانكا بابا، يعني سي دي بانك كي سون امبورتي، فهمني، من اوروبا كليون مان، هاك معناتها مودرن، ويحطوهم في المحيط الافريقي، اكلي معناتها ما عندهم حتى دور وحتى فاعليه يعني في المناخ الاجتماعي اللي نعرفوه. اكل بنوك هذيك بون واصلت يعني حبت تقوم بنشاطات اقتصاديه بنمو كذا، اما ما نجحتش. اليوم يعني ابارتير دي زاني 2000 ظهر نموذج جديد من بنوك افريقيه بحته 100%، نجم نسميهم لك كوريس بانك، اورا بانك، ايكو بانك، فهمتني، الى اخره. البنوك هذه افريقيه بحته، يعني 100% elles sont ancrées dans le terroir، يعني elles sont en relation directe avec les besoins économiques نتاع المحيط الاقتصادي، elles luttent contre l'exclusion sociale، elles ont une approche microéconomique، une approche sociétale، يعني véritablement معناتها indépendante du modèle des banques européennes. هذا هو، دونك ثلاثة مراحل هامين برشا وقاعدين نخدموا احنا في المرحلة هذه الثالثة بإذن الله. البنوك التوانسة اللي موجودين هنا واللي قاعدين يحاولوا يربطوا في علاقات، فما حتى بنوك توانسة تحاول تلقى موطئ قدم هنا في أبيجان، على خاطر تعرف اللي أهمية أبيجان والكوت ديفوار في المنطقة ككل، المنطقة نتاع غرب أفريقيا. شنو الموديل اللي تراه ماشي اكثر اليوم يتنجم البنوك التونسيه تمشي فيه في 2022 والسنوات القادمه؟ شو ما فماش 20000 موديل، فما موديل داكومبانيومون دي زونتربريز تونيزيان اللي يحبوا يخرجوا ولازمهم يخرجوا، على خاطر ما نخبيش عليك سي وليد، النمو الاقتصاد التونسي مش باش يجي كان من تونس برك، المحرك ماهوش كان قومي يعني ناسيونال، المحرك باش يبدا افريقي زاد، فهمتي؟ دونك يلزم بنوك تساعد المؤسسه نتاعنا باش تخرج، ما تخافش، ما توهقش، تغامر، فهمتني؟ وباذن الله فما معناتها دي بوسيبيليتي، يا دي زوبورتينيتي، كوم جي لابيتود دو دير، يسوفي دو سبيسي بور اماسي، فهمتني؟ دونك البنوك شو بشي يقولوا؟ موجوده بكثره. شنو معناتها؟ معناتها اون دوموند دو كونسوماسيون انورم، اون دوموند دانفستيسمون انورم، اون جونيس، فهمتي؟ القارة الإفريقية هي القارة اللي باش يطلع منها النمو نتاع القرن 21، لو موديل ديكونوميك دو كروسونس دورابل فا سورتير دو كونتينون افريكان. دونك لي بانك جو ان رول فوندامونتال داكومبانيومون دي زونتربرونور، عرفت شنو معناتها؟ سي دي زيكليغور، يمشيو هما قبل يشوفوا المناخ، يعطيه الثقة للمستثمر، المستثمر يقصد ربي، يقع ما لازم الكل، المناخ ويقع الفينانسمون وغيره، وهذا اللي حشنا به، على خاطر البي بي تو في تونس يعني الكرواسونس، فهمتني، ماهيش باش تكون كان تونسية برك، نزيد نعاود لك وهذه هامة برشا، فهمتني، لا سوليسيون، لا لا، الحل نتاعنا باش نلقاوه زاد لبرا في افريقيا، مش لبرا، لبرا في افريقيا يعني، فهمتني.
هذا هو معناها الثروه اللي موجوده اليوم واللي يمكن نحكيوا بي بي نحكيوا على الثروات اللي تنجم تتخلق باش تخلق من تونس لكن خاصه من خارج التراب نتاع تونس في محيطنا الافريقي بالاساس لا سوليوشن بور لا تونيزي سي سوليوشن افريكان كونتيننتال اليوم كذلك البنوك من اكثر المؤسسات استهلاك للتكنولوجيا نحكيو على لي فينتك نحكيو اليوم على بلوزيور كونسيبت اللي البنك معنيه بهم في تونس نحكيو على لا ديجيتاليزاسيون في القطاع البنكي ترى كونه هذا قاعد ينعكس على لي سيرفيس نتاع البنوك في تونس بالنسبه للحرفاء نتاعهم ترى كونه ماشيين في سيت ماتوريتي ديجيتال بالشكل الكافي الو ماشيين اما فما تناقض فما بارادوكس في تونس شوف عندنا دي ريسورس هيومان دون دومين دي نوفيل تكنولوجي شيء يبهت يعني او بوان كون اكسبورت سي ريسورس لا كل يوم تلقى معناتها ان جون كي بار فيغ لوروب فهمتي اتيري بار لي كونديسيون بوركوا باسكو لي كومبيتونس سون اكستراوردينير ولكن في نفس الوقت يعني لو ديجيتال est là, yani la, les forces qui permettent de digitaliser sont là, mais le digital est presque nulle part en Tunisie. Madame Raoussi, mal à ça. Je me suis dit, la warka, je me suis dit, je me suis dit, la distance. Je me suis dit, la haja, kede, kede. Fikita al banki abrek choya, yani, wali na tawana des applications, kede. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. وهذا سهل تفسيره ولكن في نفس الوقت شيء يقلقنا شويه فهمتني معناتها ما يخفكش سيدي سيدان عندنا مده نحكيو على الموبايل بايمنت اللي هو في كل الدول الافريقيه منتشر منذ سنوات اي بور لانكدوت وتقالت برشا هنا في سيتيك افريكا اللي ناسب قدام السيتيك هنا يخلص بالموبايل الناسب معناها يبيع في الكاسكروت حياري فهمت؟ شوف انت قلت وحنا عندنا توا قانون وان شاء الله باش يخرج باش نقول لك حاجه اخرى التلامذة نتاعي وين تعلمت اليوتيليتي دو موبايل مش معناتها تلمذتي في باريس فهمتي لا معناتها تلمذتي في الكامرون في الكامرون لونيفرسيتي دو تشونغ في اخر في الجنوب تاع الكامرون وراوني كيفاش يستعملوا معناتها نو كاش ما عندهمش فهمتي ما عندهمش الاوراق لا لا يستعملوا في الواحد باش يشري الكاسكرو تاعه باش يشري ستيلو القلم كذا الكراسه كذا دونك هذا ولا منتشر في علاش ما نوصلوش للزيرو كاش في تونس علاش بوركوا يا با دي كاشين فما عوامل اخرى دي ريزون سون دوت سوسيال سوسيتال اوسي ريغلومونتير et peut-être aussi bon il y a pas véritablement de stratégie qui nous permet de voir les différentes étapes qu'on doit entreprendre. On parle beaucoup de décaching. La Banque centrale, il y a des gens qui ont dit que c'est un peu plus fort. Mais comme je disais, il y a des tanaqd ou des décalages dans le clan. Nous avons un problème, nous avons un problème. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit tout simplement, si je puis dire, si je peux me permettre, il suffit tout simplement de... comment dire, de mettre l'accent sur l'utilité du zéro cash. Bon, et avec qui fait, ou qui m'a tard, enfin, qui fait n'arme nous sur zéro cash, il y a un cas où je suis en train de la traçabilité des fonds, ou la transparence. Voilà. Mais, donc, sur qui veut, qui dit transparence, dit traçabilité de la monnaie ou qu'elle est, donc c'est l'argent illégal aussi معناتها قضية سهلة ومش سهلة شيء مترابط ببعضه جوست باش نختموا احنا في اليوم الختامي للسيتيك شفنا بليزيور بانيل شفنا برشا مواضيع مهمة طرحت في سيتيك افريكا ابيدجان شو أهم ما تخرج منه لهنا بعد ثلاثة أيام حوارات ثرية جدا حضرنا فيها هنا في ابيدجان فما زوز مواضيع هامين برشا بطبيعة الحال هو ثري برشا الملتقى هذا الحق وعدد التوانسه معناتها كبير ياسر معناتها قعدت بات اول مره نشوف معناتها عدد قد هكا من توانسه في افريقيا يعني ورغم نساهم في برشا حاجه خارقه العاده ما شاء الله ويقولي هذه معناتها ستان سينيال تري فور معناتها يبشر بالخير ان شاء الله فما زوز مواضيع هامين برشا
فما موضوع المسؤوليه المجتمعيه السوسيتال نتاع البنوك، هذه حكينا فيها ونجم نقولوا برسك سطرنا فيها معناتها خطوات، فهمتي معناتها ان بروسيسوس دابليكاسيون، معناتها برسك بلانيفيكاسيون. علاش خاطر تو ما عادش نحكيو برش كان على لي ريسو اي ريسو بلا بلا بلا، لا تو باش نتعداو للمقياس، يعني باش نقيسوا بها البروغري اللي نعملوا فيه. وهذا سي وليد ماشي مزيان راهو، علاش خاطر لي باير دو فون تاعنا يطلبوا منا باش نبداو اي ريسو، دونك البنوك ما تنجم تخدم منا العادي الا ما تظهر انهي كونفورم كومبلاينت بالنسبه للي ريسو. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي فريمون معناتها عجبتني وحكينا فيها بطريقه معناتها نيفو ما شاء الله، هي السيبر سيكوريتي. سيبر سيكوريتي موضوع كبير ياسر يخصنا، معناتها لازم تعرف انه البنوك نتاعنا ماهيش متعرضه للمشكل هذا، والمديرين العامين نتاعنا والمسؤولين نتاع البنوك واعين يعني بالموضوع هذا، والحلول اللي درسناها وحكينا فيها معناتها الحق حلول واقعيه ومعناتها حيز التنفيذ، يعني باش نجموا نفذوها. دونك بور كونكلور مو سكو جو تروف سا فريمون دو سيت رونكونت تري انتريسون تري اون اي سور دو لوبيراسيونيل اي جو فينيري سور ان مو هو لي زوبورتونيتي. يا دي زوبورتونيتي كي سون اكستراوردينير. يظهر لي احسن ما نجم نكملوا به التغطيه نتاعنا هوني في ابيجان سيتيك افريكا 2022. جزيل الشكر لك سي ظافر سيدان، استاذ جامعي في سكيما بزنس سكول، هو كذلك عضو مجلس اداره اس تي بي فينانس، مع عده تعريفات اخرى نجم نحكيو على سي ظافر سيدان. الحوار معك ديما ممتع سي ظافر، جزيل الشكر لك. تحيه للفريق اللي كان معنا هوني، رانيا منصور في الاخراج، تقوى المديوني في الديجيتال، كان معنا كذلك وسيم بالعربي، وليد برحومه مقدم الميكرو. ان شاء الله في تغطيات خاصه اخرى نواصلوا معكم على اكسبريس اف ام. هذه كانت تغطيتنا الخاصه لسيتيك افريكا من ابيجان سيتيك 2022.